بس على الناس بقى على اليوتيوب، سلم على الناس بس على الناس. يلا ايوه حبيبي. السلام عليكم وبداية فيديو جديد ضرب نار. طبعا يا جماعه لو انتم مش مشتركين في القناه اعملوا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده، انضموا لهشام العيله في اليوتيوب عيله الاشباح. خلاص يا جدعان ما عادش فاضل حاجه على 20,000 مشترك. طبعا يا جدعان المفروض ان انتوا مش ان احنا بنبتدي الفيديو، المفروض ان احنا دلوقتي قدام كرتون. طبعا يا جدعان المفروض ان النهارده الخميس وبكره الجمعه. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا متعودين يعني ان كل يوم جمعه كده ناكل اكله سمك رايقه كده زي الجمعه اللي فاتت برضو لما رحنا البحر. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي قدام الكارفور ومعاه اللي بيصورني بيسو اخواتنا وحبايبنا. طبعا يا جدعان المفروض بقى ان احنا دلوقتي نخش نجيب السمك وشويه حاجات كده ونصور لكم بقى واحنا داخلين. المفروض ان احنا دلوقتي بقى دخلنا كارفور. طب تعالى لو انتوا مش مشتركين في القناه دلوقتي اعملوا سبسكرايب للقناه. طبعا يا جدعان ومعانا اثنين مهمين جدا في فيديو النهارده. معانا يا جدعان اول واحد في فيديو النهارده بابا مسي عماه. معانا يا جدعان ثاني واحد عماه ميكي جاردات ماشي. طيب يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي شقلب لكم الكاميرا عشان تتفرجوا معانا. المفروض ان هو زحمه عشان نقدر الخميس فبيبقى زحمه. وخد بالك يا جدعان هنا ناس من جميع انحاء العالم. خلاص يا جدعان وصلنا عند قسم السمك. يا جدعان المفروض ان ده السمك زي ما انتم شايفين دي سمك القرش بقى شايفين. يا جدعان بقى عامل ازاي؟ دي جي نيرو. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا جبنا سمك اهو وجبنا في شنطه. طبعا يا جدعان هنعمل اكبر وليمه سمك بكره. طبعا يا جدعان هنا البرقوق، هنا البرقوق. طبعا يا جدعان احنا مش معنى ان احنا جبنا السمك ده عم ماشي هنسلف في كارفور حته حته وهناخد جوله في حته حته. هات يا ابني برقوق واحد جعان. استنى بس الناس عماله تبص علينا، الناس كلها عماله تبص علينا مش عارف ليه. مش احنا مشغولين. طبعا يا جدعان بنجيب بصل بقى عشان السمك بيبقى عايز بصل. انزلوا اشتركوا انا وربنا هندلعكم. الفيديوهات الفتره اللي جايه دمار فيها لبان على اليوتيوب كده يا جدعان. على هتشوفوا تحديات سباق موتوسيكلات سباق عربيات سباق طيارات. يعني الفتره اللي جايه فيها لبان يا جدعان. بس وينز في اي حته يعني بسم الله ما شاء الله احنا داخلين كارفور الناس كلها وربنا عماله تبص لينا يعني عشان احنا توأم. يقولوا ايه توأم بس ايه ما بنرضاش نطلع حد يعني ايه عشان في ناس ما بتبقاش عايزه تطلع وكده فايه فعشان برضه ما تقولش عليا ان انا كذاب يعني عيب عليك. ربنا يا جدعان انا بحب جيش بس جيش الاشباح ده مش اي حد كده مشترك في القناه غزمته فوق راسنا اقسم بالله. طبعا يا جدعان برضه بنجيب شويه طماطم. بس يا بابا على الناس يا بابا.
مسا على الناس يا قمر. مساء الخير. مساء النور. ثانية واحدة. يا جدعان بصوا انتوا تحسوني طالع شيك كده ليه؟ ده؟ لأن بابا ده عسل. بص حتى الشكل هو هو. بابا العسل. بابا العسل. ايه العسل؟ ايه القمر؟ طبعا يا جدعان خلاص جبنا السبق اهو خلاص بقى طالعين بره السوبر ماركت وهناخدكم جولة تانية تحت في الديسكريبشن وقناة التيك توك والانستا هناخدكم يا جدعان جولة في كارفور كلها. طبعا يا جدعان النهارده الخميس لازم نخرج برضه احنا مش جايين نجيب سمك بس احنا جايين نخرج برضه على الجبل واحدة كده ايه السعودية دي بص فلوس ما انت اللي هتحاسب بقى عايزيني بقى ما تبقاش سمك يا جدعان انا جبت لهم فيلا في الفيديو اللي فات. هو انا معيش فلوس. يا لا ما تبقاش دخيل يا لا انا بقول لك لسه يعني. تعالوا بصوا. اخر الشهر دخيل. يعني انا بعزم الدنيا بايظه. وانا دايما انا اللي بصرف دايما انا بصرف. كداب يا جدعان وربنا كداب. بقول له هات البتاع دي يعني وربنا يا جدعان كداب. يعني مش شم بالله كداب. طب ده كام؟ طبعا طبعا بقى ان هنا الالعاب مجانا صح؟ مش انت هتدي لنا هديه؟ قول كده في الكاميرا قول هديه قول هديه وبعد كده خد لما مش قدام الكاميرا كده انت قول له بص قول له هديها لك هديه وهنقفل الثاني وهديها لك حبيبي قول هديه ايه هديه لسه يا جدعان الالعاب يا ابني وقفني يا ابني اخد سيشن بيها طبعا يا جدعان المفروض بقى ان احنا دلوقتي طالعين على فوق فوق بقى الحلويات عشرة من عشرة طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين الحلويات هنا ايه بص يا جدعان بقى المكان بتاعنا شايفين الكافوره يلا هو ده بتاع العريس والعروسه اللي هو تحت المفروض شايفين يا جدعان الحلويات ممكن انا مجنون واعمل بقول لك لو الفيديو ده وصل ل 10000 لايك ممكن الفيديو الجاي تلاقونا نطينا ايه ممكن بس لو وصل 10000 لايك ممكن يا جدعان اقلب لكم الكاميرا عشان تشوف زي ما انتوا شايفين ده محل ذهب وهنا البك طبعا البك في كل مكان هنا بقى قسم الالعاب هنا قسم الالعاب بقول لك ايه لك من المرجيحه حلوه قوي ومريحه طب يا اخواتي صباح الخير اول حاجه بقول لكم بقى ان احنا لسه جايين نضيع وقت نخش بقى عشان ناكل واحد على لحم بطن من الصبح دلوقتي هنروح نصلي وبعد ما نصلي هنجي لكم تاني جل الله وينزل نزول يليق بجلاله رحمة بعباده ألح على الله عندك هم عندك مصيبة عندك مشكلة تبغى دينك يقضى تريد أمورك تحل أكثر غدا طبعا كده كده كنا وصلنا لهذا الفيديو النهارده لو انتم مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو ده انتبهوا لا تشمل العيلة في اليوتيوب عيلة الأشباح ونشوفكم الفيديو الجاي أيوة حبيبي